الحاجه الخايبه اللي وقعت في هذا العام هي بان لي بروفيسور ملي ولاو كياكلوا العصام التلاميذ. فريمون بور موا سي اون كاتاستروف. احسن حاجه هي المغرب ملي دخل الاتحاد الافريقي. احسن حاجه وقعت في المغرب شادي نقول لك تنظن ما كاينه شي حاجه. واخيب حاجه وقعت في المغرب هي ديك 25 درهم ديال الشانط. الرجوع للمغرب الى افريقيا، وهناك اشياء سلبيه في المغرب وقعت، منها مثلا احداث الحسيمه وما ترتب عنها، و الامور التراجع النسبي في حقوق الانسان من سيدنا جرى على هذوك اللي في البرلمان اللي ما كيخدموا ما تيديروا والو. واكفس حاجه هي ديك العائلات اللي ما تشوف الصويره 15 المراه، ولو احداث اللي وقعت في الحسيمه. هذا العام نضى واحد النوضه عالميه على ود القضيه اللي قادوا هذا الشيء نتاع الشارع. واخيب حاجه كانت في المغرب هذا العام؟ اخر حاجه اللي كانت في المغرب قلب علي هذا السؤال. كانوا بعض الانتفاضات شعبيه، وهذا احسن شيء يقدر يوقع في المغرب. ثاني شيء الشيء الذي حصل ولكن لم يكن له جدوى، اعفاء بعض المسؤولين. اخيب حاجه هي وفاه 15 امراه في الحادثه ديال الصويره، فهمتي؟ هي اخيب حاجه. احسن حاجه هو ما عرفتش. احسن حاجه كانت في هذا العام هي ما كانتش الثوره. ما وقع حتى حاجه. الشتا اللي ما هبطاتش. الشتا هي من دخل المغرب للاتحاد الافريقي. وثاني حاجه ودات الوداد العصبة. اخيب حاجه ما خرجت الوداد من الدور الاول. هذه هي ان الرجاء دات كاس العرش. اخيب حاجه هي الوداد تقصت من الدور الاول في كاس العالم للانديه ما داروا والو. الرجوع ديال المغرب للاتحاد، المقعد ديالو في الاتحاد الافريقي. واخيب حاجه هو طحن محسن فكري او الشهيد محسن فكري في الحسيمه. هي تاهل المغرب كاس العالم واصلاحات ديال المدن اللي فاقوا بها الناس وعادوا تيصلحوا هذاك الشيء. واخيب حاجه؟ اخيب حاجه حرق الريف، وثانيا على هذاك الشيء ديال الطحين اللي في اللي في الصويره. والله كنت عايش على برا انا الا عاد دخلت المغرب. ما يا احسن حاجه كانت هذا العام في المغرب هي بدلوا لنا الوزراء بوزراء واحد اخرين. واخيب حاجه كانت هذا العام في المغرب هي الباساج بيتون، خصنا الا ما دزناش فيه خصنا نخلصوا 25 درهم. كاين بزاف الحوايج زوينين، هي مازال الحمد لله كيعوم السلام في المغرب وكنعيشوا في رخاء الحمد لله، وداك الشيء رغم المشاكل اللي كتوقع في هذه الدوله الحبيبه. اذا شنو هي اخيب حاجه في هذه السنه؟ اخيب حاجه كاينين بزاف، اللي على راسها هي الاحداث اللي وقعت في الحسيمه، اللي الحمد لله اللي راه بردات شويه، ولكن مع الاسف ما كناش كنتمنوا يوقعوا هذا الشيء في هذا البلد الحبيب. ثاني حاجه هي ديك العيالات مساكين اللي ماتوا على ود خنشه ديال الطحين. الحمد لله المغرب زيد القدام. واكفس حاجه هي داك الشيء اللي كان ديال الحسيمه، هو هذا الشيء ديال التعليم وهذا الشيء هذا. بزاف اما السرحاني جابوا بزباله الفلوس، او ثاني كاين الزفزافه وداك الروينه ديال الريف على والو. المهم كيبغيو يروينوا المغرب هو راه عادي. او الخوانه وديك التخربيق اي مستر حاني، واش الدريات ولا كيتبرجوا بزاف. البحر راك شتي يومات الصيف كي كان البحر شاخد صعيب، بنادم تعاطى المخدرات شحال من حاجه خايبه. المهم احسن حاجه هي روسيا. وحكيمي ولا كيلعب مع الريال. البورناني 2017 هو كان زواون، البحر الصيف الدريات. اخيب انجاز هو التماطل ديال المسؤولين على ما وقع في الحسيمه، وقع في الحسيمه وما وقع في الصويره وما وقع في ويزاكرن، هذا هو الاخيب حاجه حتى واحد ما كيديها فيهم. تاهل روسيا تاهل المغرب لكاس العالم. هذوك الناس اللي ماتوا في الصويره. هو انني تلاقيت مع هذه الجريده الالكترونيه جود. الله يوفقكم. اخيب حاجه؟ اخيب حاجه هو انني غادي نمشي بحالي. سامح. هي انني غادي نخطب. لا في المغرب. وفي المغرب انا برا عرفتي انا في المغرب. وشنو هي اخيب حاجه؟ هي هاد الخرجه اللي خرج مع السيدات.